مروان محسن لازم يمشي من الاهلي؟ لا ما اقدرش اقول لازم يمشي من الاهلي، مروان محسن مهاجم كويس ومهاجم جيد، ولكن يمكن هو فاقد الثقه شويه في نفسه، يعني يمكن الجماهير في مباريات المنتخب كانت بتنتقد في البطوله الافريقيه الاخيره، او جماهير النادي الاهلي في بعض المباريات لما بيحرز اهداف، رغم انه في فتره في الدوري العام كان مشي كويس وابتدى يجيب اهداف، ولكن زي ما قلت لك الجماهير بتبقى منتظره من مهاجم مصر، او بتكلم على الفرقه بقى كفرقه النادي الاهلي، بينتظر المهاجم هو بيبقى الهداف على طول بصفه دايمه في الفرقه، فيمكن دي عامله له توتر شويه، لكن هو مهاجم جيد ومهم برضو بالنسبه للنادي الاهلي، وان كانت المنافسه هتبقى شديده الفتره الجايه بينه وبين بادجي واجاي طبعا.